وتاني محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن الحساب الذهني، قديش له أهمية وفائدة للأطفال، وبيساعد على العمليات الحسابية وأيضا الأعمال الرياضية العلمية وأيضا التحديات الحسابية. اليوم الحساب الذهني عم بيساعد الأطفال على المدارك وأيضا الحسية، وأيضا عم بيساعد الطفل على التوسع بالخيال. اليوم هدول الأطفال قديش عم بيفيدهم، وأيضا من أعمار مبكرة عم نشوف أطفال كتير عم بينجزوا وعم فعلا عم ينجحوا كمان بمسابقات كتير مهمة بالحساب الذهني، وعم بيساعدهم يمكن لمراحل متقدمة بمستقبلهم بالعمليات الرياضية والحسابية. اليوم رح نحكي عن الحساب الذهني، أهميته وفوائده للأطفال، وبأي عمر مناسب اليوم تعلمه للأطفال، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو تغريد بلان مدربة حساب ذهني، وأيضا بدنا نرحب كمان بالطفلة كنز الحلبي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم أستاذة تغريد. خلينا نبدأ مع حضرتك ونخبر المشاهدين بداية نحن شو نقصد بالحساب الذهني. الحساب الذهني بشكل عام هو نظام تدريبي بيهدف إلى تنمية مهارات الأطفال العقلية والدماغية. هو كمان فينا نقول أنه إجراء عمليات حسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة دون اللجوء لاستخدام ورقة وقلم أو آلة حاسبة. اليوم هو قديش عم بيساعد الطفل على التصور والخيال. اليوم إذا بدنا نحكي عن الأعمار، ومثل ما أنا شايفين معنا بنوتة حلوة كنز. صباح الخير يا كنز، سعد صباحك. صباح الخير. طبعا اليوم هذا العمر يمكن قدي عمر البنوتة؟ كنز عمرها 4 سنوات. هلا نحن اول شيء نبلش مع الطفل تقريبا بعمر ال4 سنوات. اول شيء بنعرفه على الارقام، مفهوم الجمع والطرح. هدول الاطفال لهم مستوى تمهيدي اللي هو الاي والبي والسي. اول شيء نبلش معهم بالاطفال بهدول المستويات. كنز سابقت اولاد جيلا فخلصت المستوى الاي والبي والسي. حلو. وبلشنا معنا بالليفل 1. قد ايه لها بهذا التدريب؟ بالتدريب الى تقريبا 2 لـ3 شهور مو اكثر. ما شاء الله. خلينا هيك نبلش نعطي هيك امثله، وخبرتينا انه كنز اليوم شطوره بالحساب الذهني وهي بعمر كثير صغير. خلينا اذا فينا نختبرها لكنز هلا بالحساب الذهني. يلا ناخذ تمرين كوكي. يلا سمعينا صوتك، شو اسمك؟ شو اسمك؟ علي صوتك. صباح الخير. اهلا وسهلا يا كنز. اهلا وسهلا. يلا قال انت شطوره اليوم كثير بالحساب الذهني، ورجينا. يلا كوكي، يلا عداد اباقوس ابدا. 22 من هون نبدا. يلا 22 55 ناقص 44 33 جواب 88. احسنتي كان. برافو يا برافو. كنز اليوم اذا بدنا نروح ونحكي عن اهميه الحساب الذهني، كثير لحد هلا قديش في دورات تدريبيه، في كثير من الاهالي بيجهلوا هذا الشيء، حتى يمكن في اشخاص سمعتهم انه بيسمعوا من بعضهم انه لا هو ما كثير بيفيد الطفل او ممكن يشتت له دماغه بمراحله الدراسيه. تمام. الاولى خلينا نحكي فعلا عن اهميته للاطفال. هلا نحن بنادي سبل الصيفي كثير اهالي بس يجوا بدهم يسجلوا اطفالهم يقولون حساب ذهني لا ما بدنا دراسه، طالعين يعني مدارس يعني بدنا شيء ترفيهي للاطفال نطلعهم من جو الدراسه. هو ابدا مو هيك، هو كثير ممتع للاطفال، وهدول نفسهم الاطفال اللي ما كانوا بدهم يسجلوا تابعوا معنا بالصيفيه كلها وهلق رح يتابعوا معنا بالشتاء. الفوائد الحساب الذهني له فوائد كثير. أول شيء بيساعد على التركيز، على سرعة البديهة، على ثقة بالنفس. الطفل لما يعمل عمليات حسابية كبيرة بوقت قياسي ويصير أنه عنده مهارة أقرانه ما عندهم إياها، فهذا الشيء بيعزز ثقة النفس عنده. والحساب الذهني بيقوي الخيال
والذاكرة الإبداعية للطفل. مثل ما بنعرف أنه أول مرحلة من مراحل الإبداع هي الخيال، والحساب الذهني 50% منه خيال. فالطفل إذا تمتع بذاكرة سليمة ومبدعة فأكيد رح يكون شيء عظيم بالمستقبل. يعني اليوم مثل كنز بعمر كتير صغير، أكيد أكيد يمكن واجهتوا بالبداية أنتوا عم تدربوها صعوبات، خبرينا أكثر شو هي التحديات أو الصعوبات اللي بتواجهكم اليوم كمدربين لما بتدربوا أعمار صغيرة بموضوع الحساب الذهني؟ لقى الأهل لهم دور كبير بهذا الشيء. الأهل كانوا كتير متعاونين معنا، فبس يكون في تعاون بين المدربة وبين الأهل كتير كتير بخفف صعوبات. فبلشنا معنا لكنز إنه أرقام كانت حافظتها، جمع طرح بلشنا معها بالمستويات، وهي بتصير فروقات فردية بين الأطفال. ممكن كنز يعني تجاوزت هدول المستويات، الطفل الثاني ما يقدر أنه يتجاوزها، هي بترجع فروقات فردية بين الأطفال. تمام. اليوم مثل ما بنعرف أنه يمكن في كتير مهارات للأطفال لحتى يتعلموا الحساب الذهني، خلينا نحكي أكثر عن هاي المهارات. هلق هي المهارات، يعني الحساب الذهني انه بيساعد على التآزر البصري. يعني بالتمرين الواحد الطفل بصير عنده تآزر بصري حسي سمعي، بشغل كل حواسه خلال هذا التمرين الواحد. خلينا نرجع نعطي تدريب لكن. تمام. يلا شو رايك اصابع؟ ناخذ تمرين اصابع. يلا نحط هذا هون. يلا شو هو تمرين الأصابع يا كنز؟ تعرفي كيف نشتغل على الأصابع؟ خبرينا مشان الأطفال اللي بعمرك اليوم حابين يتدربوا أو يعرفوا، شو بتقولي لهم؟ كيف نعمل بالأصابع؟ وين إيد الآحاد؟ شو بنعمل؟ هاي إيد الآحاد، وين إيد العشرات؟ برافو كوكي. هلق نحن أول شيء منبلش مع الطفل بالأصابع، بعدين ننتقل للمعداد. بصير عندنا تدريب كتير مكثف على المعداد ومستمر لحتى نرسخ صورة المعداد جوات مخيلة الطفل. فنحن بهالحالة بس ترسخ المعداد مخيلة الطفل، ساعتها فينا ننتقل لمرحلة الخيال. كنز مرحبا، تقعدي هيك منيح، تقربي رح تعطينا ناخذ تمرين. تقربي شوي مشان تطلعي على الكاميرا حلوة. هون الكاميرا. يلا يلا كنز، عداد أصابع، ابدا اعمل هيك. ايوه يلا 44 ناقص 22 55 ناقص 66 33 33 ما نقصنا ال 55 صح؟ يلا قديش جواب؟ 99. أحسن. برافو. طيب اليوم أستاذة تغريد، شو الفائدة إنه نحن اليوم نعلم الأطفال الحساب الذهني بأعمار صغيرة؟ شو الأهمية أو شو هي المهارات اللي ممكن يكتسبوها نتيجة تعلمهم لهذا الحساب الذهني؟ هلق أول شغلة، أول شغلة بحبب الطفل بمادة الرياضيات. الأطفال اللي عندهم رهاب أو كره لمادة الرياضيات فهو بحبب الطفل بمادة الرياضيات، وأصلا الحساب الذهني هو رياضة دماغية للطفل. ثاني شيء بيحسن الأداء الدراسي للطفل. كثير من الأطفال اللي كانوا يجوا لعنا قارنا أدائهم الدراسي قبل الحساب الذهني وبعد، فلقينا فرق واضح بالأداء الدراسي لأنه هو بيسهل عملية الحفظ، بنمي القدرات العقلية والدماغية. اليوم في ذكرتي حضرتك من شوي انه دور الاهل كثير كبير، واهميه دور الاهل انه هو يتعاون مع المدربه والكادر التدريسي حتى بمراحل الدراسيه لحتى ينجز الطفل فعلا مهامه. صح. لانه كمان البيت له دور كثير فعال قبل الدور المدرسه ودور التدريب والمدرسين. اليوم في كثير من الاهالي بيقولوا انه هذا الطفل ما عنده قدره. اليوم بتلاقي في اطفال فعلا عم يروحوا يتدربوا حساب ذهني، بيشوفوا مثلا بيقول ايه ابني ما بيقدر، مثلا انا بحس انه ابني مستوى ما كثير او ما حيكون شاطر بالرياضيات. اليوم هل فيهم فعلا الاهل يحكموا على طفلهم انه هو ما عنده قدره على عمليات الحساب الذهني، او انهم ما بيقدروا يحطوه بهيك دورات؟ اكيد لا، اكيد لا، اكيد بدي قلت لك مثل الاول انه لازم يكون في تعاون بين الاهل وبين المدربه. اذا ما كان في تعاون ابدا الطفل ما راح ينجح. وثاني شيء عندنا نحن منهاج مخصص للاطفال اللي عندهم اعاقات عقليه. هذا المنهاج بيكون مخفف ومبسط. الاطفال اللي عندهم طيف توحد، شلل دماغي، وهذول الاطفال اللي عندهم وضع خاص. يعني هون ذكرتي نقطه بالنسبه للاطفال اللي بيعانوا اليوم من صعوبات بالتعلم، اضطرابات معينه،
أو بأطفال من ذوي الإعاقة أو التوحد، اليوم كيف يتم التعامل معهم لحتى يتعلموا طرق أو قواعد الحساب الذهني؟ هل هي الطرق نفسها اللي بتعلمها الطفل العادي أم لا؟ هون بيكون في يمكن تدريب مكثف أكثر مع هدول الفئة من الأطفال؟ بده يكون في تدريب مكثف، ومثل ما قلت لك استيعاب ولغة تواصل، في لغة تواصل بيننا وبينه، وبكون في مستويات كتير مبسطة لهدول الأطفال لأنه هن عندهم وضع خاص مو مثل باقي الأطفال. تمام. طيب اليوم فينا نقول انه في اطفال هنن حظر عليهم تعلم الحساب الذهني او هنن فعلا ما عندهم قدره، اليوم في اهالي هنن بيكونوا حابين هذا الشيء، بيجيبوا الطفل على الدوره لحتى يتعلم وينسجم، في اطفال بتكون فعلا هي ما بتحب او بتكون عنيده، يمكن العمر له دور هون، كيف ممكن تتعاملوا معه للطفل وفعلا في اطفال ما عندهم قدره على هذا الشيء؟ الاخ هي بترجع للمدرب، انا لما بدي اجيب الطفل بدي اعطيه ورقه وقلم وبدي احفظه حفظ، اكيد هيك ما رح يمشي الحال. بس لما نعامله بكل حب، تكون التعليم بشكل تدريجي، كمان عندنا ألعاب بالحساب الذهني، يعني هي بتنمي كمان هي مهارات الحساب الذهني، يعني هي مو بس تدريس، يعني هي كمان ألعاب ممتعة ممكن نوصلها المعلومة مثل للطفل. شو مثلا هذه الألعاب؟ خلينا نوضح كيف ممكن فعلا من خلال هي اللعبة نحن نوصل فكرة الحساب الذهني. ممكن عندنا برج التحدي، هي بالنهاية عملية لجمع طرح أو ضرب، ممكن نشتغل على بطاقات للأطفال نعطيهم إياهم، نعمل لهم مسابقة بين الأطفال، فهذا كثير بيشجع الأطفال على هذا الشيء. أكيد بالختام بدنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق أكيد لهي المهام اللي عم بتقومي فيها وتشجيع الأطفال وتدريبهم، أكيد بدنا نتمنى التوفيق لكل الأطفال. شكرا لك. وعلى كنز كمان نتمنى لها التوفيق ومستقبل كتير حلو. شكرا لك بقية النهار. شكرا لك. شكرا لك أستاذة تغريد ولوجودك معنا لليوم، ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عم تقدموها اليوم للأطفال لحتى تعلموهم اليوم أساسيات الحساب الذهني. أهلا. شكرا.